كيف تقيم مستوى المنتخب المصري في أول مباراتين، فوز على السودان وفوز على لبنان بثنائية؟ احنا في مصر اعتدنا في السنوات الاخيره ان احنا بنقيم المدرب على حسب النتائج او على حسب الاداء الجميل. انت عارف الشعب المصري بيحب دايما الكره الحلوه، لكن وعشان كده الناس استعجلت في تقييم كيروش. انا شايف ان البطوله العربيه او حتى كاس امم افريقيا هتكون فرصه للمدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش ان هو يخلق جيل جديد لكرة القدم المصرية. أنا بشبه كيروش، عمل كيروش حاليا زي عمل روبرتو مانشيني مع منتخب إيطاليا. روبرتو مانشيني لما جه إيطاليا كانت معظم الأسماء الكبيرة خلاص عجزت، وكارلوس كيروش حاليا كان أكتر حاجة غرسها في كرة القدم المصرية حاليا إنه أدى لكل لاعب في الدوري المصري أمل إن هو ممكن يبقى لاعب في المنتخب المصري. احنا شفنا في البطوله الحاليه في مجموعه من اللاعبين بداوا يتقلوا في اللعب الدولي، يعني احمد فتوح، انت بتتكلم في ايمن اشرف، بتتكلم في عمر كمال عبد الواحد، احمد رفعت صاحب الهدف الجميل في مرمى منتخب السودان، حسين فيصل، اسامه فيصل، مروان حمدي، كلها اسماء حاليا اصبحت لعيبه دوليين. ما اعتقد ان عشان خاطر تدخل هذا الكم من النجوم الشبان او النجوم اللي ما كانوش ليهم تجارب دوليه في بطوله كبيره ومعاك منتخب بثقه، منتخب الجزائر، منتخب المغرب، منتخب قطر، كلها اسماء كبيره ومصنفه عربيا وقاريا وحتى عالميا حاليا، فدي محتاجه مدير فني تقيل، مدير فني قوي الشخصيه. واعتقد ان كارلوس كيروش تجاربه كلها سواء مع ريال مدريد، سواء مع منتخب ايران، منتخب كولومبيا، كلها تجارب تؤكد ان هو مدرب عنده شخصيه قويه.